صباح الخير يا حياتي، انت طالق. نفسك شويه يا حبيبتي، انت لحد دلوقتي واخده 3 حقن يا هيدي وبرده ضغطك مش راضي يتظبط. انتوا بس شكلكم كان حلو وزياده في الحفله مش اكتر، فهو اكيد في حاجه غلط. نو واي، انا متاكده ان هو اكيد يا اما بيهزر معاكي هزار بايخ او عامل فيكي مقلب سخيف يا حبيبتي. مش قادره افهم. أنا ما علمتكيش كده يا هايدي. فاكرة أول يوم ليكي في الشركة؟ لما شاورتلك على مكتبي وقلتلك ده هيبقى مكتبك؟ فاكرة أول درس قلتهولك إيه؟ إن ما ينفعش تتخذي أي قرار في أي حاجة سواء بالقبول أو الرفض إلا ما تدرسي الحالة المتعلقة بالقرار ده؟ أنا ما بقولكيش ما تزعليش، بس عشان خاطر أجلي الحزن ده شوية لحد ما نعرف ايه سبب الحكايه دي. اوكي روح بابي. ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان الى الجار وليس ضربه او بطحه يخت كوريا. دروسيه مولانا مش حوار يعني. فيها ايه؟ وان الاحسان الى الجار ليس بالتعرض لفتاه في ليله بهيجه امام من يسوى ومن لا يسوى يا اخ سلومه. انا ما تعرضتلهاش يا مولانا. انا فيش بيني وبينها حاجه غير حوار البيت والفلوس اللي ام تلاقي لها الا الله عارفاه. انا ما قلت لها هي وامها قبل ما تتسجن يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس ام البيت اللي هيقع على دماغك ام اللي خلفوا امنا ولا حياه لمن تنادي وفي الاخر هي تصرف على المحل. كنت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الامور؟ انت بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبه لشحت قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعدين لا تغضب، لا تغضب يا اخي سلومه. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلاه بسناني ده همك. بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا اخويا، زي الواد ابني ده اهو ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار. عيال مراقيع يعني. هما شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكه عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكه، كوني محضر خير. فليأكل خيرا او ليصمت، فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، ده انا وليا غلبانه ومن كسرى وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهله، ولسه خارجة يعني من زنقة وبحاول أقف على رجلي. أعمل إيه يعني؟ أضرب الأرض طلع 10,000 جنيه ولا يعني أسيب لكم شعري وأحط أحمر وأخضر وأشتغل لقاصة؟ أشتغل لقاصة يا عم الشيخ؟ أعوذ بالله يا أخت كوريا. أهز يعني يا مولانا؟ أعوذ بالله يا أخت كوريا. أعوذ بالله أعوذ بالله. ومن يرضى لأختي، من يرضى لشريفة من شرفاء المنطقة؟ قم يا أخ سلومة، قم ولا تتكبر على الله وأحب فوق رأس جارتك كوريا. أحب على رأسها إيه يا عم الشيخ؟ انت عايز تتعلم عليا؟ انا راجل كسار ملوي هدومي وفي الاخر عيب على راسها. ده كسر راسها واللي شددوا لك كمان. ايه ده على راسها؟ صلوا على النبي يا عم زياد. حفله شراحه يا عم زياد. هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في اهلي ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشق خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم اللحم الحمير تبيعه. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وكتاب الله لو ما كنت تكون تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مش هردلك في الحته كلها يا سلومة. ايه رايك بقى؟ احب راسها فين راسها؟ بصها من بعيد ما تلمسهاش.
على السلامة يا روحي. الله يسلمك يا حبيبي. شفتي بقى طول ما انت معايا هتكسب ازاي؟ ما انا معاك اهو، وسبت كل حاجة عشان خاطرك انت. بس مروان اوعى في يوم الايام تخليني اندم على اللي انا عملته ده. تندمي؟ تندمي ايه يا خيلانة بنتي؟ انت مع مروان دايما كسبان. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا كاريا؟ انا جايب البضاعه بنفسي. ربنا يخليك يا باشا. تسلم. تسلم يا باشا. تسلم. ايوه تمام يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كاريا ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده انت ابدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك سيت في الحاره رهيب، ده كل النسوان الحاره عارفينك. ده انا معلقه صورتك هنا في المحل، حتى بص اهي مفيش وليه بتخش هنا وما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كاريا بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي يا باشا ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام عليكم. معلش يا مدام ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي. معلش. اوعى بنت شيماء انت هتطفش لنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي. معلش يا اخت اصلها لسه جديد، انا اغسلهولك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده؟ انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحي؟ بقاله كام سنه ما اتغسلتش ده؟ بالراحة يا كوريا على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك اعمل ايه طيب؟ اه بتصرخي ليه دلوقت وانا جيت ناحية عينك؟ ما هو اللي مشبك في بعضه زي سلكة المواعيد. معلش اهو سلك اهو خلاص سلك. تعالي بقى يا بنت شيماء كملي، بس ما تجيش بقى ناحية عينيه، عايزاها تخرج من هنا نضارها ستة على ستة. ها؟ حاضر يا اسطى. يلا. بصي بقى يا اختي، ان شعرك شكله مهري من المكوى، لو كونات هيشيط. هيشطط كده وتروف وهتقف وتبقى عامله زي اللي حاطه صباعها في الكوبس الكهربي. اعملهولك بلا بابي انا عايزه اروح، خرجني من هنا، انا مش عايزه اقعد في المستشفى، انا مش عيانه. حاضر حاضر هنسال الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا. انا شايفه انها تفضل هنا شويه احسن، او تروحي اي مكان تغيري فيه جو وتغيري مودك. البيت لا، لو رحتي البيت هيجرى لك حاجه يا هايدي. ازيك يا هايدي؟ وصلت لمروان؟ عرفت منه حاجة؟ مروان؟ مروان هرب. هرب هو ونجوان. ايه؟ وحاول $50 مليون فلوس القرض اللي اخده من البنك باسم هايدي، ضمان شركتها ووصولها وممتلكاتها، حولهم على حساب بره مصر. انت بتقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده من ايه؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار. البنك بدأ ياخد اجراءاته علشان يتحفظ على ممتلكات مروان وهايدي. أنا جيت عشان أطمن عليكي، بس للأسف لازم أمشي بسرعة عشان أتابع بقية الإجراءات. خلي بالكم منها. خرجني من هنا، خرجني من هنا، أنا مش هقعد هنا ولا لحظة. خرجني بقول لك من هنا، عايز أهرب من هنا. حاضر حاضر يا روحي. ما تنزحي يا أختي وأنت عمالة تترقصي لنا كده. اللي هي تنزحي من الدنيا أنت والعجل بتاعك يا بعيد. يا تكون قرف. جاتك أنت 60 قرف. يا مسمى تبري منك يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانت حبسها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله خلاص هتموتي على الم... ايه ده يا بنت المجنونه؟ لم لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك؟ عاوز امسح السلم من الوساخ ليكي شوفة حاجه؟ جاتك القرف يا عيله كلها مجانين. الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيلة خلل. بعدين يا نادر هتفضل قاعد كده؟ يا حبيبي انت المفروض تحمد ربنا انه خلصك منها. يا نادر دي في الاول وفي الاخر بنت شغاله، انت كتير عليها قوي.
انت استاذ في الجامعه ومحامي دولي، وانت عارف انه في الاخر اصلها الواطي هو اللي هيغلب. مهما تنظف فيها مش هتعرف تغير اصلها. يا نادر يا حبيبي لازم تقوم تشوف شغلك وحياتك. تليفونك بقاله ساعه بيرن، اكيد في حاجه مهمه. طب خلاص لو انت مش عايز تشتغل تعال نسافر، انا هقوم احضر لك شنطتك وتعال نروح نقضي اسبوع في الساحل الشمالي، نغير جو، نقعد على البحر ونشم هوا وانت كمان ترتاح. يا حبيبي المحشي استوى، احدف لي صباع في الهوا. يا حبيبي المحشي جميل، احدف لي صباع في النيل. يا حبيبي المحشي كتير، احدف لي صباع وانا طير. قفشتك يا حرامي. يا لهوي حرام عليك يا خالتي، قطعتي الخلف. انت حرامي. حرامي حرام ايه يا خالتي بس؟ حرام عليك، ده انا كوريا، كوريا بنت اختك العمشة بدرية. احفظلك ازاي دي بس؟ اخت مين؟ اختك يا خالتي، اختك العمشة بدرية، انا بنتها. انت بنت انت؟ لا اله الا الله، وانا لازم يعني اتقصع لك بالقميص النايلون طول النهار في البيت عشان تقتنعي اني بنت؟ يا خالتي حرام عليكي، ارحمي امي. امك مين بقى؟ لا اله الا الله، ام العمشة بدرية يا خالتي. اه وانت مين؟ انا ابنها، انا ابن اختك العمشة بدرية. خلاص سيبيني بقى اخلص لك المحشي عشان اشوف حالي. طب اسمع، اما تشوف البنت كوريا تفلي في وشها. حاضر يا خالتي هتفلك في وشها. الله يكرم اصلي. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ده فين المذكرة بتاعت قضية حسين الصياد؟ وملخص الأوراق بتاع الشركة المتحدة؟ هو مفيش إحساس بالوقت خالص؟ يا دكتور أنا دخلتهم لحضرتك امبارح. دخلتهم لي أنا امبارح؟ طب اعمل لي ورقة باللي خلص واللي ما خلص. في حاجة اسمها نظام يا هاني. حاضر يا دكتور. هاتي لي البيل بره ده. تحت امرك يا دكتور. اسمع يا هاني، تسيب كل الاوراق والقضايا اللي في ايدك وتركز لي على القضيه بتاعت مدام هايدي ابو طالب. عايز اعرف كل حاجه بتحصل في القضيه دي، مش عايزك تيجي تقول لي حصل كذا، عايزك تقول لي هيحصل كذا، مفهوم؟ الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبدك وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه؟ اسمها موبايلات يا هبله، ويعني لا مؤاخذه صوره بالمايوه، ده صوره محترمه وانت مهزقه ادخن شنب في المنطقه. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلوم صناعه قسم زغرفه يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنه في سنه ثالثه مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خضر. ويعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفه بقى. يا هما يا هما ما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بكوين، يديك حته ارض استصلاح في ايوها صحرا. ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا اما ما تقولش كده تاني. انا ليه مين خلق في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وضهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلا يا لهوي. في ايه يا بنت؟ خلاص في انا خطيبك انت هبله. هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوف لها شغلانه في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي. تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكه تؤمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخوني ولا تسيبني ولا تجرحني. اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي، هو
في حد يقدر يخون العيون الحلوة دي ولا يسيب الضحك الحلو. خلاص خلاص يا السلطان حني على الغلبان المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت يا لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي؟ على قولك والنبي يا خالتي. حلاوة يا بنتي. يا بنتي يا بنتي صوت الدكتور عرب. يا بنتي يا بنتي يا بنتي سندس يا بنتي سندس. ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عم. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلام عليك يا هايدي. الف الف سلام عليك. ما تقلقيش من اي حاجه وما تحمليش هم حاجه طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجه تشربها. ما تعمليش حاجه، انا مش عايزه حاجه من الست دي. مشوها من قدامي، مش عايزه منها حاجه. والله انا ماليه ذنب يا بنتي. طب والله العظيم والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزه اعرف انا حاجه من اصله. انا بلعن البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها. بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص خلاص خلاص. انصاف. بصي انصاف، خدي يا بنتي خدي دول ها وروحي انت دلوقتي. لما تروق هي حنديل. طب خيرك يا بيه. تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي بس بقى بس بقى. الله. وانت صباح الخير. انا صباح الخير. انا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد زي ما بقول لك. هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما الحقني يا سوكا، مش لاقي خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم عدت في الحاره. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد نزلت جريت مش عارفه في الشارع. بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا تعال تعال يا سوكا. خدوني معاكم يا ولاد الحرام. ست كبيره ازيها لابسه جلابيه سودا وحافية اسمها الحاجة سندس، مريضة عقليا. اللي لاقيها يوديها للأخت كوريا في حارة الكرامة والأجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال ست تيام بقى لنا يجي 3 ساعات ندور عليها. احنا لابسين الحرجة 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده انا ايه ده بس اللي حاطه على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها. يعني هي بتعرف جوه المنطقه ما تعرف بالله يا هيما. معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما تقلقش. قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق اهم، كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبي واسمها الحاجه سندس مريضه عقليا. يوه وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حاره الكرامه. اشوف اتصل ولا لسه؟ اجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. اقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانه يا خالتي اني بحجزك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفت عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك. مش عارفه تراعيها. هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق أرض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي.
مش هتوه منه. لا ارض الله واسع يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا ظبطي خلاص اهدى يا كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلي. انا طالق وراه كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه، انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي لاقيها نبقى راضيين. هتحط رقم التليفون على الاتوبيسات؟ اللي سمعته ده كوريا معقوله؟ الست الكبيره اضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتك انا وامك اتهمليها قد ايه يا بنت الناس؟ بقول لك ايه خير، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص، انا همي قد المقطع فين اللي مكفيني. ثم انت فين من ساعه ما كلمتك وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميتها لي وانت مطفي دماغك. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت يا كوريا، عيب استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده، ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي اروح ادور عليها. ربنا عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. ربنا ذهب الجنه. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش، سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أكل عيش إيه ومحل إيه اللي أفتحه بس؟ أجد عندي في رقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجة بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش أهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت أهو بندفنه ونزعل عليه شوية ونقول خلاص الحي أبقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له إيه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه إيه؟ والولية غلبانة يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. إيه يا كوريا؟ سمعتهم يا أختي بيقولوا في الميكروفون إن خالتك تاهت، لما تعتري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش هبت من هنا، غوري من هنا احسن، وتربت امي افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقولك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف شوف، خلاص خد يا حبيبي، خلاص صلي على النبي، خلاص صلي على النبي. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره، مسافره ليه ولا هربانه من ايه؟ بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. حبيبتي حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان مفيش بيننا وبينهم اتفاقيه تسليم مطلوبين. هايدي الحمد لله ان انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك، ها وجمدي انت قدها. ها ماشي، باي باي يا بابا. باي يا روحي، باي باي. خليك جدع بقى، ها ماشي. اوكي كلميني على طول. حاضر، يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. هايدي ابو طالب السيد السنهولي، موقفها ايه؟ تمام تمام انا اسف يا مدام، في قرب هناك بالسفر. ازيك يا هيما، وحشتك. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلمة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبتس كوريا متدهولة في اللي هي فيه، يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي، أنت عايزة تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا مشرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا إله إلا الله، ما أنا بقولك الدنيا أمان
وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا وتكسر الشقه اللي فيها ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك اوعى تعوض. الله يخرب بيت امك يا شطان. ضعيفه هيما ضعيفه. يا اهل المنطقه الكرام، طلبت مني الاخت كوريا عبد العاطي ان اناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنه الحاجه سندس، ومن يجدها ان شاء الله له مكافاه مجزيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكرين عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله والبيت بيت الله، وما انا الا امين على هذه الامانه. الله يبارك لك يا مولانا. سلام عليكم. بقول لك يا اخت كوريا، وامر عم الشيخ. الامر لله تبارك وتعالى. انا كنت عايز اكلمك في موضوع بشان الاخ ابراهيم، بس انا شايف الوقت غير مناسب. انا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك ان شاء الله. ماله ابراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير ان شاء الله، لا تقلقي. انا بقول ناجل هذا الكلام من الافضل. انا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. ان تطلبي من الاخ ابراهيم ان يحضر الى المسجد من وقت الى اخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. انت فكرك دخلت الجامع دي سهله ولا اي حد يخشها؟ دي عاوزه قلب، واحنا بنتشعلق في رحمه ربنا من بعيد لبعيد. دعيلنا انت بس. صدور قرار المنع من السفر بالسرعه دي معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار الضبط والاحضار. يعني ايه؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقوله ده. انا اسف يا هايدي، ده معناه ان بكره الصبح المفروض انك تكوني محبوسه. ليه؟ على ايه كل ده وانا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت ما عملتيش حاجه، لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك ونصبتوا عليه في 50 مليون دولار وحولتوا الفلوس بره مصر بطريقه غير شرعيه. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير، 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى مفيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه. في نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي واحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما. نو واي يا طارق، انت قربها يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا. وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضه مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا و في التجمع الخامس ولسه باسم رجاء اختي، واكيد ما حدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هم اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. هايدي يا حبيبتي انت طيبه قوي، وبعدين انت في مصر لازم تعرفي ان ياما في الحبس مظاليم، وانا لا يمكن اسمح لبنتي انها تدخل الحبس ساعه واحده او اني الجا لاي حد غريب عشان ينقذك من المشكله دي. مفيش غيري انا بابي اللي عارف مصلحتك. أنا حوديك جاردن سيتي، شقة واحدة ست شيك كلاس، هفهمها إنك أنت متخانقة مع جوزك ومستنية في مكان ما حدش يعرف يوصل لك ليه إلا لما تصطلحوا. كده أبقى مطمن عليك إن مفيش حد هيقدر يوصل لك. أبو طالب بيه شرف عظيم لينا إن أنت حضرتك تشرفنا. شرف لينا يا هانم. هايدي بنتي هترتاحي معاها قوي دريه هاني. اهلا وسهلا، اتفضلي.
بابي. عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد أمها. أهلا وسهلا، اتفضلي. دي أوضتك يا هايدي هانم. لو احتجتي لأي حاجة بس كلمي دورية هاني، انت بعت لك الشغالة طلباتي كلها يا حبيبتي موجعة. وبعدين عايزك تبقى مطمنة، أنا همر عليكي من حين لآخر وأطمن عليك. أوكي؟ ليكي حلوة بقى كده. أوكي؟ بس ما تفتحيش لأي حد علشان ما حدش يزعجك. عايزة حاجة مني يا روحي؟ نروحوا بعض بقى. يلا بقى عشان تطفي الشمع لأمك. ديكوري ديكوري، النهار ده صدوق تقيل. ومالك اخويا عامل زي الفار كده اللي وقع في الخاية؟ الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربة، ده ايه قلة المزاج دي؟ هاي شغل الزفت ده. ماشي. ده سوك سوك. الو الو، هتكلمه يا ابراهيم. بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك، وعايزانا نروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اساله هو فين. طب بقول لك ايه يا سوكا، انا في طالعه كده. ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك، اوعى تهبل في الكلام. صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول. ادعي لي. ماشي يا ابن عم، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم باتصل، لو احتاج نقل دم باتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا. ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت. بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام صاحبي بقى، وانا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا الهي ايه اللي مزاجها البعيده؟ مش يلا ولا ايه؟ يلا.